ديت دلوقتي دلوقتي في سن وانسى الحاجات اللي بتحصل قدامي. عادي ده عادي ده علمي. أه؟ دي حاجة علمية وحاجة مش غريبة. معرفش يعني اكون باكل حتى في كذا طبق بعد ما اخلص اكل تنسى الطبق ده كان في ايه. أيوة صح. بعد شوية افتكره. عادي عادي ده عادي, عادي حصل. ما اعرفش انما حاجات زمان افتكر حاجات زمان كويس جدا لكن حصلت امبارح. اه فسجلتها. كويس برافو. يا ماكس ماكس بفتكر بضحك. ازيك يا ماكس؟ بضحك على ايام زمان. اقراها بضحك لما اقراها تاني. انا قريت من نص الكتاب ما قريتش النص الاولاني. لا اقرا الباقي هتضحك شويه. قريت من الاول من النص وفي الوقت مفتوح على النص فقريت من النص. لا في الاول كمان هتلاقي حاجات مضحكه. مفيش حاجات يعني محرجة قوي ولو فيها يعني مش حاجة حصلت. لا بس ما ننشرهاش لحد غريب. ما فيش حد يقراها يعني وسط العيلة يعني.